في عقوبات غريبه جدا جدا لفشل تحقيق التارجت في الصين. بصراحه انا مش عارفه اقول لكم ايه، بس خليني اقول لكم ان اول عقوبه هي السير في الشارع بالملابس الداخليه فقط، وده شيء مهم جدا جدا. وانا بصراحه لما قريت سكريبت زعلت وحزنت في نفس الوقت، وجالي شعور ان انا عايزه اعيط قوي، وحمدت ربنا ان انا عايشه في مصر ام الدنيا. تحيا مصر. ايه الموضوع يا عمرو؟ طيب لا بجد لخصنا القصه كده عشان برضو ايه، هو العقوبه دي غريبه شويه ويمكن دي حاجه غير تقليديه يعني. بص، هو الشركات بيبقى اهم حاجه، خصوصا الشركات المتعلقه بالتسويق العقاري. لو رجعنا برضو لمرحلة الجامعة قبل الامتحانات، ده في التارجت موجود. لو رجعنا أيام المدرسة هنلاقي الهومورك، بس احنا خدناها من الآخر دلوقتي احنا في الشركات اللي بتعمل كده. زي ما رحمة قالت، فكرة انه انها ايا كان التارجت ايه، ايا كان الموضوع ايه، فكرة انك تنزلهم بالشكل ده. فكرة كمان يعني شفنا شركات كمان بتعاقب بأكل الصراصير. لا ناخد بس حاجه، لا ما تخافش، لا 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 خلينا يعني والنبي يعني خلينا بقولك في الملابس الداخليه في الشارع. نبدا اول حاجه ان يا جماعه دي شركه قررت ان هي تعاقب موظفينها المفروض في الصين، يعني علشان خاطر المديرين شافوا ان الموظفين عندهم ما حققوش التارجت المطلوب، فقرروا ان هم يعاقبوهم ازاي، ينزلوا ويلفوا في الشوارع بالملابس والهدوم الداخليه. متخيلين الموضوع ماشي ازاي؟ طبعا يعني هو بقى سواء عندهم عادي او مش عادي، فالموضوع طبعا غريب جدا ان حد يديك امر بالشكل ده. طبعا دي حاجه بالنسبه لنا يعني ما فيش اغرب منها، لكن برضو ده يخليني هنا اقول ايه، طب يعني ايه السلطه اللي المديرين هم يعني واخدينها كده ان هم يتحكموا في موظفينهم بالشكل ده؟ يعني معنى كده ان هو مش موضوع تارجت بقى كده، لا يعني هو يعني سيطره. لا السلطه احتياجك للوظيفه، ما ينفعش حاجه دي السلطه اللي هم بيلعبوا بيها. احتياجك للوظيفه ايه؟ هو انا شغال مع انا كرئيسك أنا في الشغل شويه بقى ده هم ده مش عقاب ده هو انا في مدرسه هو حتى في المدرسه ما كانوش بيعملوا معانا كده، بس هي الدول الراسماليه بتعتمد على ده. انت مع ده؟ بقول لك انا مش مع ده. انت مع ده؟ لا انا مش مع ده، انا براء. ايه عموره مع ده؟ عموره تحسه غريب كده، ممكن يطلع لك يقول لك اشمعنى يا بنتي راجل مش معانا؟ اشمعنى ليه يعني؟ انا شايف ان الشركه دي انا متوقعه منها كل حاجه. ثانيه واحده، انا عايزه بس اقول لكم على حاجه، ان الرجاله بس الحمد لله طبعا يعني الستات في الصين نوجه لهم تحيه كبيره، ما كانوش بينزلوا طبعا زي الرجاله بالملابس الداخليه في الشارع. الستات كانوا بيطلبوا منهم ان هم يلعبوا تمارين ضغط في الشركه، الستات والبنات. وطبعا ده بالنسبه لنا شخصيا ده عذاب قاتل يعني. انا 10 ضغط لو سمحتي بسرعه. انت عارف انا لو عملت كده والله ممكن تاني واحده اهجم عليا. طب يا رحمه، ممكن نقول ان ده عجز مثلا من المديرين ان هم مش قادرين يشجعوا ويحفزوا موظفينهم بالطريقه الابداعيه بالطرق المختلفه؟ ان انا افرض عليك العقاب، ما ده زي الاب والام اللي ابنه بيغلط بيضربه، اسهل حاجه الضرب، انما اصعب حاجه انك تعلمه وتفهمه.